السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وكن ربي زدني علما. اهلا وسهلا بكم، معاكم اسلام جابر. موضوع النهارده موضوع مش تقليدي. النهارده هنحل مشكله لما بتقابل حد فينا بيحس ان الدنيا وقفت معاه، وهو بيشغل الايباد بتاعه بتجيله رساله مكتوب فيها تم ايقاف الايباد. انت طبعا بتحس ان الدنيا كلها وقفت معاك. النهارده ان شاء الله هنديك حل ازاي تحل مشكله تم ايقاف الايباد عندك بكل سهوله ان شاء الله، من غير ما نطول عليكم. يلا بسم الله نبدا. دلوقتي هنحل مع بعض مشكلة تم ايقاف الايباد الاتصال بايتونز. اول حاجة نعملها نضغط على الباور، وبعد كده نقفل الجهاز نهائي، وبعد كده هنشغل الايتونز على الكمبيوتر عادي، وبعد كده هركب الكابل بتاعي في الايباد، وطبعا هوصله بالكمبيوتر، وبعد كده هضغط على زرار الهوم وعلى الباور مع بعض كده زي ما انتم شايفين. بعد كده شلت ايدي، هبص على الكمبيوتر بيقول لي قدامك حاجتين، يا اما تضغط تحديث يا اما تضغط استعادة. طبعا انا في حالتي دي هضغط استعادة، اضغط استعادة وهنتظر. بعد كده بيقول لي استعادة وتحديث، هقول له مفيش مشكلة، اضغط على استعادة وتحديث وهنتظر. بعد كده هضغط التالي، بعد كده موافق. هو هنا بيقول لي يقوم الايتونز بتنزيل البرنامج لهذا الايباد، وسيقوم باستعادة الايباد الخاص بك عند اكتمال التنزيل. هنتظر لحد ما يخلص، وزي ما انتم شايفين تم تحميل التحديث. الوقت بيقول لي تم الآن استخراج البرنامج، هننتظر لحد ما يخلص. زي ما انتم شايفين الايباد بيعمل إعادة تشغيل وبيقوم معايا وهيشتغل ان شاء الله. وهنا على الكمبيوتر بيقول لي قيد انتظار ايباد، هنتظره. وزي ما انتم شايفين الباور بيملأ قدامي دلوقتي على الايباد، هيخلص تحميل وبعد كده هنشوف هيعمل ايه. كده هو انتهى من التحميل وبيعمل اعادة تشغيل. هنا جهاز الكمبيوتر بيقول لي تمت استعادة اعدادات الايباد. هنا لسه على الايباد بيحمل زي ما انتم شايفين. كده هو انتهى من التحميل. ابتدي اظبط الاعدادات، اقول له اللغة العربية، وبعد كده طبعا مصر، او بتختار اي دولة انت تابع ليها. دلوقتي بيقول لي جاري تحميل اعدادات اللغة، هننتظره. كده هو بيعمل اتصال بشبكة الواي فاي اللي موجودة عندي. هنا هندخل الاي دي والباسورد بتوعي، هدخلهم وارجع ليكم تاني. هنا بقى هعمل رمز دخول جديد، بعد كده هقول له استخدام الرمز، بيقول لي دخل نفس الرمز تاني، 1 2 3 4، انت اي رمز يعجبك. هقول له هنا اعدادات كايباد جديد او اللي يعجبك. لو انت عايز تعمل عملية استعادة من نسخة اي كلاود الاحتياطية مفيش مشكلة، لكن انا بالنسبة لي هختار اعداد كايباد جديد. طالب مني الباسورد تاني، بعد كده هضغط له التالي، هكذا هدوس له موافقة. كده الايباد فتح معايا، وبالطريقة دي زي ما شرحنا مع بعض الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نحل المشكلة. لو انت عندك اي مشكلة ابعتها لي وان شاء الله نحلها مع بعض. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو اول مرة تشوف القناة ما تنساش الاشتراك او السبسكرايب. اشوفكم على خير ان شاء الله. استنوا، السلام عليكم.